العصر الجاهلي، هل تذكر العصر الجاهلي ما قصته؟ العصر الجاهلي وهو قبل الاسلام بعض الناس قال 150 سنه بعضهم قال 200 سنه. من غايه هجره الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام الى طيبه الطيبه. إلى المدينة المنورة ثانيا عصر صدر الإسلام عصر صدر الإسلام وهذا امتد من تقريبا مرحلة الهجرة بتقدر تحكي لغاية خمسين هجرية هذه الفترة الرائعة الذهبية في أيام حياة الرسول عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم ثم أبو بكر عمر عثمان وعلي هذا كان العصر الثاني وكان الشعر له دور الإسلام دعم هذا الشعر الإيجابي اللي بحض على الأخلاق بحض على الجهاد على الفتوحات بحض على حسن التعامل مع القرآن ومع إيش؟ السنة النبوية المطهرة ثم جاء من بعد ذلك من خمسين تقريبا هجري لغاية مئة هجري هو عصر بني أمية هذا عصر بني اميه او الاموي هذا ايام معاويه بن ابي سفيان ومتذكر الاخطل جرير وصديقنا الفرزدق هذول الجماعه والكميت هل تذكره الان كل هذول الشعراء كان لهم دور عظيم جدا في تعزيز دور الشعر ولكن الآن الفتوحات كانت تتسع كثيرا 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 في ذاك العصر، ولكن عصر استقرار الحضاري أكثر كان أين يا صديقي؟ كان في هذا العصر العباسي، إذا عصرنا العباسي كانت البداية منه من 132 هجري، في العصر العباسي الأول 232 هجرية، ثم كان هناك عصر عباسي آخر من من هذا الوقت الى 334 هجريه وبعد ذلك جاء العصر الاخير وانتهى بغزو الآن البغول لبغداد وتدميرهم وانتهاء الخلافة العباسية 656 هجرية هذا ما ستأخذه في التوجيه في الثانوية العامة بالفصل الأول يا صديقي إذا هذه العصور الأدبية يجب أن نتخيل معطياتها التاريخية حتى نستطيع أن نعرف أن هذا الشاعر ان دخل في ما يهم الناس وعاش من موضوعات وأغراض الشعر الجميلة التي عاشها الناس فإذا أردت أن تفهم الشعر جيدا ماذا ستفعل ستأخذ نبذة تاريخية عن كل عصر من تلك العصور الآن انظر معي ازدهر العصر الأدب في العصر العباسي ازدهارا كبيرا يفوق على نحو واضح ما كان الحال عليه في العصور السابقة طب شو السبب هذا إذا أول سؤال عوامل ماذا؟ عوامل ازدهار الان الادب، والادب يجب ان تفهم انه اما شعر واما نثر. ازدهار الادب في العصر العباسي بعصوره المختلفه هذه العصور عربين. أولا اتساع رقعة الحكم الإسلامي والفتح الإسلامي اتساعا كبيرا أدى اختلاط العرب بغيرهم من أمم الحضارات السابقة فالإسلام أصلا حض على الشعر والآن الإسلام أجمل ما فيه لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى نأخذ أحسن ما عندكم الناس الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو حق الناس بها فدعوذ نفسك أنه اختلط كل الأجناس بينما في بلاد كثيرة في العالم يقدسوا الجنس الآري الجنس الأبيض بقولك لك تجري الان دماء زرقاء في عروقنا يعني هم الان يجدوا انفسهم انه المجتمع طبقات يا الله هذه العنصريه البغيضه كانت سببا في استثناء أفكار وإبداعات كثير من الأجناس الأخرى لكن عندما جاء الإسلام هذا فارسي سلمان فارسي سهيب رومي بلال حبشي أهلا وسهلا بكم الإسلام يفتح الأيادي ويقول لهم أظهروا إبداعاتكم وكانوا كذلك يا صديقي إذا نفلتفت جيدا أن الإسلام اختلط العرب مع باقي الامم والحضارات والعرب اعطوا احسن ما عندهم وباقي الحضارات وجدت مجالا للابداع ولم تجد تضييقا فامتزجت الثقافات الفارسيه وين مكانها؟ في ايران وكانت في مثلا افغانستان، باكستان اطراف الصين لغات الى هناك والحضاره الهنديه ومعروف شبه الجزيره الهنديه التي الآن تتسع الآن لما ما يقارب المليار شخص وأكثر والحضارة اليونانية وهذا كان موجود في مناطق من أوروبا يا صديقي وانصهرت في الثقافة العربية والإسلامية في نسيج اجتماعي قائم على ماذا؟ قائم على التنوع من طرف والتعدد في إطار العروبة وما أحلى مظنة الإسلام التي تشجع على إظهار الإبداع في كل الأماكن، فأنت إذا وجدت تربة خصبة لإبداعك ستعطي أجمل ما عندك يا صديقي. <applause>